هنسيب كرة اليد وأمم أوروبا وهنسيب كل ده وهنروح لكرة الطائرة في النادي الأهلي. الفريق الأول النهاردة أول مباراة دي على صعيد هيئة قناة السويس مع نادي هيئة قناة السويس. الفترة اللي فاتت كان كل برضو واقف كلها تصفيات أوروبية، عفوا تصفيات أفريقية للمؤهلة لبطولة الأولمبيات اللي منتخب مصر خسرها وصعد منها منتخب تونس. منتخب بقيادة عفوا النادي الأهلي بقيادة كابتن ميدو مصلحي في المرحلة اللي فاتت جهز اللعيبة، لأن اللعيبة لما بترجع وهي خسرانة بيبقى عندها حالة نفسية مش مظبوطة، الخسارة بتضايق، لكن قدر يلم الشمل مرة تانية وبيلعب النهاردة على هيئة قناة السويس. النادي الأهلي متربع أو متفوق أو هو رقم واحد في ترتيب جدول الدوري العام لكرة الطائرة ب 24 نقطة لحد الوقت ده اللي احنا فيه. خلينا نروح لتقرير مع كابتن ميدو مصلحي عشان نشوفه قال ايه قبل المباراة دي وترجعوا لنا مرة تانية. احنا السنة دي صعبة جدا للعيبة المنتخب لسه راجعة، ما اكذبش عليك حالتهم النفسية محبطة جدا، محبطين لدرجة عالية جدا، لان خصوصا اللعيبة الكبار عبد الله واحمد والناس الكبار يعني وحسام، نتيجة طبعا خسارة المؤلمة اللي خسرناها من تونس في مصر هنا، وعدم تأهلنا للأولمبياد دي كانت خسارة مؤلمة. طبعا انا اجتمعت بيهم وفهمتهم الموسم هيمشي ازاي، وعندنا ان شاء الله النهارده كانت الورقه البطوله العربيه، نزلنا في المجموعه الاولى معانا فرقتين كويسين جدا او ثلاثه كمان، هنبتدي ان شاء الله يوم 19 البطوله العربيه اول ماتش لينا، بعد كده ان احنا قبل كده ان شاء الله عندنا بعد بكره ان شاء الله ماتش القناه وبعدين ماتش الجيش وسبورتنج وزمالك قبل ما نخوض ان شاء الله المعسكر في السعوديه اللي المجلس تكرم موافق بيه في دعوه نادي الوحده. ان شاء الله المعسكر ده يبقى مثمر، يعني انا اهم حاجه عندي دلوقتي ان احنا نعدي الاسبوعين دول الدوري، ان احنا نبقى ماسكين اول الدوري ان شاء الله من الاول كده، اذا ربنا وفقنا وكسبنا الاربع ماتشات دول هنبقى اول الدوري، نطوي صفحه الدوري ونخش في البطوله العربيه. ان شاء الله ربنا وفقنا، انا الحمد لله واثق جدا في الرجاله اللي معايا والجهاز اللي معايا الحمد لله. بعد كده ان شاء الله نخش على الدوري تاني، الدور التاني اللي بعديه على طول، هنلعب كل يوم جمعه نفس الترتيب الماتشات الاخيره، بعد كده في النص كده هنلعب البطوله الافريقيه ان شاء الله، لسه ما تحددش هي فين بالظبط بس يشاع او يقال ان هي في تونس، وان شاء الله نرجع نكمل الدوري والكاس. كنت حامل هم قوي اللقاء دوت، وما اكذبش عليك ان انا اتصلت ببعض الاخصائيين او المدربين النفسيين، اثنين من كبار في مصر هنا، كيفيه التعامل مع اللعيبه في الحاله دي، ارشدوني يعني ودلوني على شويه نقط لازم اتكلم فيها، اتكلمت معاهم، بس هي اللعيبه الكبار فعلا حزينه جدا جدا على الاخفاق دوت، خصوصا ان هو دي تقريبا الرابع او خامس ماتش نخسره على التوالي من تونس، والبطوله الافريقيه احتمال تبقى في تونس، فالعمليه كانت صعبه قوي، بس الحمد لله انا واثق فيهم جدا فوق ما تتخيل، خصوصا اللعيبه الكبار، ان شاء الله ان احنا نعمل موسم طيب، خصوصا مضغوط قوي يعني ثلاث اشهر تقريبا هيبقوا مضغوطين قوي، بس اتمنى ان احنا نكون عند حسن ظن الجمهور دايما، يعني خلف الفرقه بصراحه بمنتهى الامانه بقى لهم ثلاث سنين يعني داعم اساسي، اتمنى ان هم يفضلوا كده دايما داعم اساسي، خصوصا البطوله هنا في مصر عايزينكم ورانا وجنبنا على طول، لان انتوا رقم واحد في مصر يعني ان شاء الله. موسم السنه دي موسم كبير جدا وطويل، لكن طبعا الحمد لله احنا لسه راجعين من المنتخب ما لناش خمس ايام، وطبعا دلوقتي كابتن حسن بدا فاضل اعداد صغيره كده خلال الفتره الاسبوعين الجايين دول عشان خاطر عندنا ماتشات الدوري ان شاء الله من اول يوم الاثنين، وربنا يكرم ان شاء الله الفرقه كلها، طبعا عارفه ان الموسم كبير وموسم طويل، ونادي الاهلي ما بيبقاش يسمع على اثنين، هو المركز الاول فقط لا غير، فطبعا ان شاء الله الفرقه كلها قد المسؤوليه وباذن الله يكون على قد المسؤوليه الكبيره اللي الجمهور مدالنا ومجلس الاداره مدالنا، وان شاء الله يكون موسم باذن الله تاريخي يعني للنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن ميدو اول حاجه عملها قبل ما ينزل التدريب عمل الاجتماع، وده اللي احنا عاملينه النادي الاهلي خلاص، اللي فات فات، احنا بنبص لقدام، والنادي الاهلي ملوش ذنب في اي حاجه تحصل، يعني البطولات اللي جايه دي كلها احنا بره المنتخب بره النادي بقالنا فتره كبيره جدا، والنادي الاهلي ملوش ذنب في حاجه، يعني كل واحد اموره كلها ماشيه كويس، مستحقاته ماشيه كويس، مفيش حاجه متاخره، مجلس الاداره مش مؤثر في اي حاجه بصراحه،
فطبعا كل الفرقه عارفه الكلام ده، النادي الاهلي ملوش دعوه باي حاجه بره يعني، واحنا يعني مركزين الحمد لله، وخلاص اللي عدى. احنا دلوقتي في المستقبل وفي اللي جاي ان شاء الله، وربنا يكرم باذن الله يعني ان شاء الله الفتره الجايه يعني. جمهور الاهلي لا يعلى عليه طبعا، جمهور كبير، وطبعا هو مدعمنا دايما على طول، بنقول ان شاء الله باذن الله البطولات الجايه باذن الله اهلاويه، ودعمكم معانا، وطبعا انتم مهمين جدا بالنسبه لنا. عندنا بطوله عربيه خلاص الشهر الجاي في مصر ان شاء الله، مستنيينكم طبعا تيجوا تنورونا وتملوا الاستاد، ان احنا محتاجينكم طبعا. البطوله الجايه دي مهمه جدا، وبقالنا كتير بقالنا فتره كبيره ما دخلناهاش، فمهم بالنسبه لنا ان احنا نرجع تاني لانتصارات البطوله العربيه، وطبعا هتبقى مفتاح كبير بالنسبه لنا للبطولات اللي بعد كده ان شاء الله يعني. والله الحمد لله، يمكن النهارده رابع تمرينه للفرقه متكامله، لسه الناس يعني ان شاء الله بعد المنتخب وبتاع، فلسه ودقنا واحده واحده، وعندنا ماتش ان شاء الله بعد بكره مع القناه، هيكون اعداد كويس ان شاء الله الماتش اللي بعد كده مع طلائع الجيش يوم الجمعه ان شاء الله. يمكن كان عندنا اجتماع اول ما اللعيبه رجعت مع الجهاز الفني وكابتن ميدو، فاتكلم في الموضوع ده ان احنا لازم الناس تبدا تفصل، لان احنا ما عندناش وقت ان احنا نزعل على اللي فات، ما فيش وقت غير انت تكمل، عشان عندك 3 شهور فيهم 4 بطولات، فلازم الفرقه تبقى في كامل تركيزها، لان احنا محتاجين كل واحد. سواء انت كلاعب المطلوب منك اكتر حاجه ان انت تنفذ اللي بيطلب منك، سواء شغل بدني او شغل فني، تبقى مركز جدا في التمرين، محافظ على جسمك خصوصا في الفترات اللي فيها البرد الجامد ده بس، فانت غير كده بتنفذ تعليمات، وان شاء الله الموضوع يعني يمشي خطوه بخطوه، كل بطوله بتجيب اللي بعديها ان شاء الله. والله اللي انا اقدر اعودهم بيه طبعا يعني كل حاجه بتاعت ربنا، بس اللي اقدر اعودهم بيه الفرقه دي ما بتتخاذلش وبتعمل اقصى ما عندها طول الوقت، وده اللي هيفضل مستمر ان شاء الله، ان احنا نحقق ونفرح فرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. زي ما قالوا نجومنا الكبار في كره الطايره، هم فعلا دايما مفرحينا، دايما عندهم فريق الطايره في النادي الاهلي فعلا دايما راسم البهجه على قلوبنا كلنا، على وشوشنا، فرحانين بيه لان فعلا هم بيتعبوا. لكن كابتن ميدو مصلحي اثار نقطه مهمه، ان العامل النفسي واللعيب راجع خسران بتبقى عنده مشكله كبيره، وبالذات ان اخر 5 مباريات مصر ما كسبتش تونس، فاللعيب راجع متضايق، يقدر ده ازاي في الوقت القصير ده؟ دي المشكله. وكمان دخل على بطولات، وجاهز كمان البطوله الافريقيه اللي جايه النادي الاهلي هيشترك فيها تكون في تونس، فربنا معاهم، كلنا ثقه فيهم زي ما هو بيقول، كلنا دعم وكل جمهور وراكم، وان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه باذن الله دايما زي ما اسعدتونا قبل كده هتسعدونا في المرحله اللي جايه.